اندلعت الحرب العراقية الإيرانية. كلمني في البداية سموك عن بدايات متابعتك لهذه الحرب. يعني لما قامت الثورة الإيرانية وصارت اندلعت حرب أهلية في إيران بين مناصرين الخميني وممن اختلفوا معاه، ممن تحالفوا معاه في البداية زي منظمة مجاهدين خلق، زي الحزب الشيوعي، حزب تودة في إيران ضد الشاه. بعد ما تولى الحكم الخميني بدأ يصفيهم، فصارت حرب أهلية في إيران، وانعكس ذلك في بعض المناوشات على الحدود العراقية الإيرانية. يعني كنا نسمع ونرصد بعض الأحداث التي تحدث على الهجوم على موقع حدودي في العراق من قبل عناصر تابعة لإيران، والعكس بالعكس. يعني فكان في مناوشات بين العراق وبين إيران تحدث بين حين وآخر. هذا بعد من عام 79 إلى أن قامت الحرب في سبتمبر أعتقد عام 80 ميلادي، عندما أعلن صدام حسين إلغاء اتفاقية الجزائر التي كانت وقعت مع المرحوم الشاه واتفاقية شط العرب، وثم غزو لإيران بإرسال القوات العراقية داخل الحدود الإيرانية. هو طبعا ادعى أنه كان في مناوشات من قبل الإيرانيين على الحدود العراقية، أنهم قصفوا مراكز حدود وأخلوا باتفاقية الجزائر. حسب متابعتك اللي ابتدأ الحرب العراقية الإيرانية أي طرف؟ سم؟ حسب متابعتك من ابتدأ الحرب العراقية الإيرانية؟ بدون شك صدام حسين. يعني هو يعني أراد أن يستغل المناوشات هذه اللي قلت لك عنها على الحدود مع إيران لغرض في نظره هو أن الوضع ملائم في إيران من خلال اللي حاصل داخل إيران من حرب أهلية لكي يحصل على ما يريد من ذلك، وأعلنها هو، لم يخفيها، تحرير الأحواز والمحمرة اللي هي كانت عاصمة الأحواز والأخرة، يعني هالأشياء اللي أعلنها في حينه. أنا بنقل لك قبل ما أتكلم أكثر عن جوانب الحرب، صحفي الأجنبي ويليام سيمسون نقل عن الأمير بندر بن سلطان هذا المقطع، وأبي أتأكد منك إذا الكلام هذا دقيق إلى أي مدى دقيق. قبل اندلاع الحرب العراقية الإيرانية تشاور الملك فهد مع صدام، فأبلغه أنه يعتزم تلقين عن صدام أبلغه أنه يعتزم تلقين الإيرانيين درسا، فقال له الملك ابتعد عن القتال، فإيران في حالة فوضى بعد الثورة، دعها وشأنها، الإيرانيون منهمكون في مقاتلة بعضهم بعضا، غير أن صدام أصر على القول أنه سيمضي حتى يصل إلى طهران. قال الملك فهد بالله عليك أن تترك الأمور عند المناوشات الحدودية ولا تدخل الأراضي الإيرانية، إنهم الآن في حالة فوضى، جيشهم في فوضى وسياستهم في فوضى، لكن إذا دخلت أرضهم فأنك ستوحد الإيرانيين وستقاتل بلدا لديه 60 مليون نسمة ومقدرات وفيرة وقدرة على تحمل حرب استنزاف طويلة، وذلك ليس في مصلحتك ولا في مصلحتنا. صدام أبلغ الملك فهد بعد مرور 3 سنوات ليتني سمعت نصيحتك لأنني أريد فضل اشتباك. صح، كل هذا الكلام صحيح، والحديث اللي دار حسب ما بلغني، أنا ما لم أكن حاضر لكن سمعته من مسؤولين أنه كان صحيح. ولو وانعكس ذلك في الحقيقة على تصرف الملك فهد الله يرحمه مع صدام. فخلال السنتين اللي كانت القوات العراقية هي المهاجمة في إيران لم يقدم قرش واحد من المملكة للعراق. تقصد أول سنتين؟ أول سنتين. عندما لما تذكر بعد مرور السنتين صدام حسين طلب بوقف إطلاق النار
وبدأ بعد ذلك يسحب قواته من إيران تباعا. ثم انقلبت الأمور وأعلن الخميني أنه هو الذي سيذهب إلى بغداد بعكس ما كان يقوله صدام حسين، ويتخلص من صدام حسين ويلقن درس وإلى آخره. عندما انعكست الأمور صارت إيران هي المهاجمة ولم تقبل بوقف إطلاق النار في ذلك الحين، بدأ الدعم السعودي للعراق من ذلك الفترة، وليس فقط الدعم السعودي ولكن أيضا الخليجي بصفة عامة، الكويت والإمارات وغيرها والقطر وغيرها من الدول الأخرى. هني صارت محاولات مع الإيرانيين أو 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 مع الدول العربية حليفة قد تكون، أو مع الأمريكان في ذلك الوقت بمحاولة الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار إذا كان صدام مستعد في ذلك الوقت حسب كلامه. هو أعلن الشيء هذا والأمم المتحدة قامت بدور، وبعض الدول العربية أرادت أن تقوم بدور. الجزائر مثلا كلفت مندوب وسيط يذهب بين العراق وبين إيران، وزيد لو تذكر أحد وزراء خارجيتهم كان في مهمة، نسيت والله مين هو الآن، لرأب الصدع بين إيران والعراق، وأسقطت طائرته على الحدود بين، وأنا شخصيا لا أعلم الحين ولا أذكر إذا كان اللي أسقط طائرته العراقيين أو الإيرانيين، بس على العموم أسقطت طائرته وتوفى الله يرحمه. فكان في مجهود دولي وفي مجهود عربي أيضا، الجزائر تكفلت به لأنه كان لهم علاقات مع الإيرانيين كذلك. وتذكر الجزائريين كان لهم دور في تحرير الرهائن الأمريكان في 79 أي نعم في 79-80 برضو على مجيء الرئيس ريغان في أمريكا. فنعم كان هناك محاولات من قبل الأمم المتحدة وبعض الدول العربية. فلو لم يوفر هذا الدعم، ولم يكن دعم فقط خليجي وإنما كان دعم دولي في الحقيقة لصدام وللعراق، فرنسا، بريطانيا، أمريكا وغيرها من الدول، وحتى روسيا يعني قدمت دعم في ذلك الحين لصدام حسين لمواجهة الهجوم الإيراني المعاكس. فيما يخص جهاز الاستخبارات السعودي، الآن احنا عندنا حرب في المنطقة، هذا تحدي غير مسبوق يتعلق بإدارة الأمير تركي الفيصل لجهاز الاستخبارات السعودي. الآن عندنا حرب في المنطقة واحنا صرنا جزء من هذه الحرب من خلال دعم 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 صدام. كيف كنتوا تتعاطون مع هذا الملف، ملف الحرب؟ يعني كمهمة الاستخبارات العامة اللي هي جلب معلومات صحيحة عن الأوضاع ليس فقط في ميدان القتال وإنما على المستوى الدولي فيما يتعلق بمحاولات وقف القتال وغيرها من الأمور التي كانت تقع في ذلك الحين. فبالتنسيق مع الأصدقاء ومع الدول المختلفة، طبعا دول مجلس التعاون بدأت وكونت مجلس التعاون بمبادرة كويتية في ذلك الحين، فأيضا كان في تنسيق سياسي وأمني بين دول مجلس التعاون في مواجهة هذه الحرب وتبعاتها في المنطقة. بس فيما يخص المملكة شنو اللي صار هنا في من انعكاس لهذه الحرب على المملكة؟ يعني من الأشياء اللي قامت بها المملكة إنها بنت خط بترول ليوفر للعراق تصدير بتروله من خلال الأراضي السعودية. هذا يعني كان باتفاق بين المملكة وبين العراق، يعني هذا أحد الأشياء اللي حصلت في ذلك الحين. من ناحية المعلومات طبعا كنا ما يتوفر لدينا من معلومات عن الأوضاع في إيران مثلا نتشارك مع العراقيين في تبادل هذه المعلومات ومعرفة ما لديهم عنها. كانت توصل لكم معلومات من إيران من داخل الله إيران؟ الله الله، من داخل إيران ومن خارجها يعني. صار انعكاس للحرب داخل المملكة العربية السعودية؟ لم يكن هناك إلا محاولات إيرانية حصلت لقصف الأراضي السعودية
حصلت عام أعتقد 82 أو 3 لا عام 84 أو 86 نسيت الآن، طائرات عراقية إيرانية توجهت صوب المملكة، لكن تم التصدي لها من القوات الجوية السعودية وإسقاط طائرتين منها. وحينها وضع ما سمي خط فهد على منطقة الخليج، اللي هو كان إذا رأت الرادارات السعودية أي طائرات عراقية تصل إلى هذا الخط الافتراضي فتنطلق وسائل الدفاع السعودية للتصدي لها. سموك ذكرت في سياق الكلام مجلس التعاون أنه نعم. أنشأ أيضا في فترة الثمانينات. أنا استضفت ضيفي السابق الدكتور عبدالله النفيسي في برنامج الصندوق الأسود، عبدالله النفيسي نعم، وضمن الحديث عن موضوع الحرب العراقية الإيرانية وموضوع إنشاء مجلس التعاون ذكر أن إنشاء مجلس التعاون الخليجي كان عبارة عن مظلة أمريكية لمواجهة إيران. أنا كنت في العين أدرس وبعدين خلصت من العبء التدريسي ذاك اليوم ورايح الأوتيل بتغدى، لقيت واحد ينطرني باللوبي من وزارة الخارجية الإماراتية اسمه الدكتور إبراهيم الغيص، إبراهيم الغيص، وقال لي أنا من وزارة الخارجية الإماراتية ونبي ندعيك نسوي إحنا يعني دورة دبلوماسية بالسنة، يعني برنامج ثقافي، ونبيك تلقي محاضرة عن مجلس التعاون. قلت له دكتور إبراهيم أنت تعرف رأيي في مجلس التعاون؟ قال لا ما أعرف رأيك مجلس التعاون. قلت له وايد سلبي واعتبره يعني مظلة سياسية لمشروع عسكري أمريكي. يعني مجلس التعاون؟ إيه مجلس التعاون وقتها هذا رأيي يعني. هذا رأي النفيسي، بينما يعني أنا أتصور أنه كان يعني خطوة بالغة الحكمة من قبل الكويت أنها بادرت في طلب تكوين هذا التجمع لحماية مصالح دول الخليج، والمنبع الأساسي هو منبع محلي وليس انطلاقا من مظلة أمريكية للوقوف ضد إيران، فهو كان لحماية مصالح المنطقة. وكما شاهدنا يعني أيام حرب تحرير الكويت مثلا كان توجه مجلس التعاون لصد الغزو العراقي على الكويت، فأين ذلك من إيران؟ يعني فتحليل النفيسي تحليل نفيسي، لكن أنا أختلف مع ذلك لأنه نابع في الحقيقة من حاجة في ذلك الحين ملحة وأعتقد لا تزال قائمة لتجميع المصالح الخليجية في مواجهة أي خطر كان من أي اتجاه كان. الحرب استمرت 8 سنوات بين العراق وإيران، كانت أحداث كثيرة، ضحايا، قتلى، يعني إذا تستحضر لنا مشهد حدث معين. الآن أتذكر ما سمعته من طبعا شاهدناه في ذلك الحين من بحاول أتذكر اسمه، كان مندوب الأمم المتحدة لقضية حرب العراق والإيران، هو إيطالياني الأصل،
بحاول أتذكر اسمه، المهم يعني، وذكرها في كتاب نشره هو، عندما أعلن وقف إطلاق النار بين العراق وإيران، أعتقد في عام 88 إذا ما كنت غلطان، وكان في 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 نيويورك مجتمع مع الأمير سعود الفيصل الله يرحمه، وذكر هو حسب ما قال لي للأمير سعود إنه إذا كانت العراق مستعدة لوقف إطلاق النار فيجب إنه يأتي إشارة من العراقيين لذلك. فيقول إنه الأمير سعود اتصل مباشرة بأيامها الملك فهد الله يرحمه، وخلال دقائق أتى الرد من الملك فهد للأمير سعود إنه الرئيس صدام موافق على وقف إطلاق النار. خلال دقائق. نعم. إنه الملك فهد بما معناه اتصل بالرئيس صدام حسين، ويقول هذا اللي خلانا بعد ذلك خلاهم هم يبلغوا الإيرانيين إنه العراق مستعدة لوقف إطلاق النار. هم تقصد الأمم المتحدة. الأمم المتحدة. أي نعم. وسارت الإجراءات بعد ذلك يعني تتابعت لوقف إطلاق النار والإعلان عنها رسميا وإلى آخره. فهو بيعطي ال 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 الفضل في ذلك للملك فهد الله يرحمه من خلال اتصال الأمير سعود الفيصل به، ومن ثم اتصال الملك فهد بصدام حسين. فلما كان حكام إيران تدخلوا بهذه الاتفاقية منذ بداية عهدهم بتدخلهم السافر والمقصود في شؤون العراق الداخلية، وإسنادهم كما فعل الشاه من قبل، وإمدادهم لرؤوس التمرد المدعوم من أمريكا والصهيونية، ولامتناعهم عن إعادة الأراضي العراقية التي اضطررنا إلى تحريرها بالقوة، فإنني أعلن أمامكم إننا نعتبر اتفاقية 6 آذار لعام 1975 ملغاة من جانبنا كذلك. کسی که ابتداعاً برای اینکه سردار قادسیه باشد تصریح کرد که من به کشوری که مجوس هستند دارم حمله می کنم و کشور ایران را مجوسی خواند و حمله خودش را حمله سردار قادسیه خواند و هیچ اعتقاد به اسلام و اخلاقیات اسلام نداشت، امروز موضوع الملف الأفغاني واحد من أبرز الملفات المهمة اللي تولى الإشراف عليها سمو الأمير تركي الفيصل. أرجع إلى تصريح لك سموك كان في عام 2001 ذكرت في نشر الكلام هذا في جريدة الشرق الأوسط، أفغانستان تعرض لاحتلال غاشم من قبل قوات شيوعية أجنبية، والسعودية منذ نشأتها نصرت المسلمين في كل مكان، والسعودية أقلقها أيضا مخطط روسيا كان واضحا أن غزو أفغانستان خطوة للوصول إلى غيرها وبالتحديد باكستان ثم البحر والخليج حتى يصلوا إلى الجزيرة العربية. الغزو السوفيتي لأفغانستان كنتوا تعتبرون خطر سيمس في مرحلة لاحقة المملكة العربية السعودية. دعني أعود بك كيف نشأت العلاقات بين المملكة العربية السعودية وأفغانستان. عندما الملك عبد العزيز الله يرحمه دخل مكة المكرمة
كان في عدة ممثليات أجنبية في مملكة الحجاز في ذلك الحين، منها ما هو موجود في مكة للمسلمين ومنها ما هو موجود في جدة لغير المسلمين. من ضمن الدول التي كان لها ممثلية في ذلك الحين وكانت إحدى الدول الإسلامية المستقلة الفريدة في حينها كانت أفغانستان. فحصل الملك عبد العزيز على اعتراف من قبل دولة أفغانستان لمملكة الحجاز وسلطنة نجد اللي هو كان ملكها في ذلك الحين. فهذه كانت أعتقد الدولة الإسلامية الأولى اللي اعترفت بكيان اللي أسسه الملك عبد العزيز واللي بعد ذلك أصبح المملكة العربية السعودية. في عام 51 هجري اللي هو 32 ميلادي، عندما قام الملك فيصل الله يرحمه كوزير خارجية للمملكة العربية السعودية بجولته الشهيرة التي سبقت الإعلان عن قيام المملكة، ذهب فيها إلى أظن 10 دول أو أكثر أوروبا، وشملت تلك الرحلة زيارته لأفغانستان. وكان أيامها الملك محمد ظاهر شاه أصبح ملكاً على أفغانستان. فهذا أيضاً دليل آخر على العلاقة بين البلدين. في عام أعتقد 71 أو 72 هجري، 52 هجري ميلادي، الملك محمد ظاهر شاه زار المملكة في زيارة رسمية واستقبلوا الملك عبد العزيز الله يرحمه. أول زيارة رسمية له. أول زيارة. أي نعم. فالعلاقات، هذه الخلفية تعطيك فكرة إنه كانت العلاقات بيننا وبين أفغانستان متينة. وفي عهد الملك فيصل الله يرحمه قام بزيارة لأفغانستان لزيارة محمد ظاهر شاه في ذلك الحين. وعندما استولى عم محمد ظاهر شاه على الحكم في أفغانستان، أعتقد كان في عام ما أدري عام 71 أو 72 ميلادي أو بعد ذلك، نسيت والله الحين، يمكن ترجع للتواريخ والآخرة. وبعد وفاة الملك فيصل الله يرحمه، داود عم ظاهر شاه أتى في زيارة رسمية للمملكة طالبا الدعم والاعتراف يعني لتوطيد العلاقات بين البلدين. فهو كان في لما انقلب على ولد اخوه في افغانستان، تحالف مع الحزب الشيوعي اللي موجود في افغانستان. في ايامها كان اعتقد لا يزال حزب واحد اللي اسمه بارشام، حزب الشعب في افغانستان. فعندما التقى داود بالملك خالد الله يرحمه بالأيام الأمير فهد، وسارت الأحاديث معهم لتوطيد العلاقات وإلى آخره، قيل له من قبل القيادة السعودية الملك خالد والأمير فهد يعني حنا نحذرك من تحالفك مع الشيوعيين اللي هم لم يتحالفوا معك إلا لأغراضهم هم، فالحذر منهم. ردوا عليهم أنه فيما معناه يعني أنا حأتغدى بهم قبل ما يتعشوا بي. ردوا على الملك خالد. أي نعم، هذا داود خان. ورجع لأفغانستان بعدها بسنتين أعتقد، قامت الثورة عليه من قبل الحزب هذا، اللي هو الحزب قد انقسم إلى جهتين، إلى حزبين، ببرك كرمل وأعتقد حافظ نسيت اسمه الآن، زعيم الآخر أمين. فلم وقامت الفئات الجهادية، المنظمات الجهادية الإسلامية ضد الحكم الشيوعي في أفغانستان، وتكونت هذه الجهات من
خمسة أو ستة أحزاب، حكمة يار، يونس خالص، رباني وغيرها، وغيرها من الأحزاب، النبي محمدي ومجددي. والمهم ووجدت لنفسها ملجأ في باكستان ضد الحزب الشيوعي في أفغانستان، وقامت الثورة ضد الحزب الشيوعي. عندما تداعت الأمور للحزب الشيوعي هناك، انقسم الحزبين الشيوعيين، بدأوا يتقاتلوا مع بعضهم، وروسيا أيدت واحد من الطرفين، نسيت والله الحين هو بابرك كرمل ولا أمين، أعتقد يمكن بابرك كرمل. ثم سار الغزو السوفيتي لأفغانستان لحماية الحزب الشيوعي اللي كان في الحكم في ذلك الحين، وإقصاء الجناح الآخر من الحزب الشيوعي اللي كان ضد، حسب ما فسرته المصالح السوفيتية، ضد مصالحهم. وأتوا ببابرك كرمل ليصبح الرئيس على أفغانستان. فحينها الرئيس الله يرحمه ضياء الحق من باكستان أرسل رئيس الاستخبارات العسكرية الباكستانية أخطر عبد الرحمن للمملكة ليعطي تقرير عن حالة الوضع في أفغانستان من قبل الحكومة الباكستانية. واجتمع بالملك خالد والملك فهد الله يرحمهم، طبعا مسؤولين عامة الأمير عبد الله في ذلك الحين والأمير سلطان وهكذا. التقى معك طبعا؟ أنا استقبلته لأن أنا كنت رئيس استخبارات، وهو كرئيس استخبارات أنا الذي استقبلته ووصلته للمسؤولين، وسار الحديث عن ما هي المخاطر التي تواجه باكستان من هذا الغزو السوفيتي لأفغانستان. وكلنا اتفقنا في ذلك الحين أنه الخطر أنه السوفيت يكون لهم طموح أكثر من أنهم يستولوا على أفغانستان، بل أنهم يريدوا أن يصلوا إلى ما سمي في تاريخيا بالمياه الساخنة أو المياه الدافئة في بحر العرب، واللي هو عبر عنه خلال أيام الإمبراطورية الروسية على وقت الزار، لما استولوا على منطقة القوقاز والدول الإسلامية في ذلك الحين التي كانت في هذه المنطقة، أنه كان توجههم أنهم يصلوا إلى المياه الدافئة في بحر العرب. فمن هذا المنطلق نشأت العلاقة بين المملكة وباكستان لحماية باكستان من الغزو السوفيتي بتوفير دعم للمنظمات الجهادية الأفغانية التي كانت موجودة من السابق في باكستان لتعمل ضد الغزو السوفيتي لأفغانستان. شنو الخلاصة؟ إن 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 الباكستانيين كانوا محتاجين دعم مالي. ليس فقط دعم مالي، يعني بأي صفة كانت، إن كان معدات عسكرية، إن كان يعني غيرها، مواقف سياسية وهكذا. قام زبيغنيو برازينسكي اللي هو كان مستشار الأمن القومي الأمريكي بزيارة لباكستان، ومن باكستان أتى للمملكة. أي دعم يروح مننا كأمريكان وسعوديين عن طريق باكستان للمجاهدين الأفغان تحت كتمان شديد جدا، فكانوا هم إذا احتاجوا لهذه الخبرات يجندوا هذا المتطوع في صفوفهم ويستخدموه في قتالهم ضد السوفيت. حزب الإسلامي وكان له شقين، حزب الإسلامي حكمة يار، حزب الإسلامي برهان الدين رباني، والاثنين كان لهم صلات بالأخوان المسلمين. أسامة بن لادن لم يكن له أي دور في الاستخبارات العامة، ولم يكن هناك حاجة أن يوفر غطاء.